احنا ممكن كلنا نكون بنحب السمك على فكرة، بس في ناس تقول لك لا انا مش كيف سمك، لا هو مش عارف بيحب ايه في السمك. عشان كده انا من وقت للتاني او براعي في كل حلقة ان انا اعمل اكلات للناس اللي هي بتعرف تاكل سمك وبتعرف تتمزج بيه، لان اكلة السمك دي كل الاحوال مزاج. محدش يعرف ياكل اكلة سمك كده على السريع، حتى لو كنت بتاكل سيمون في مي انت هتحس ان انت مزاجك كده ايه، اكلة مزاج. علشان كده براعي دايما انا اعمل اكلة حلوة كده للناس اصحاب المزاج العالي وبيعرفوا يستمتعوا بالاكل، والناس كمان اللي عايزة تاكل حاجة سريعة. ثانية واحدة بس كده، حاجة سريعة وعايزة تخلص على طول ومش عايزة تطول في الاكل، خلاص عايزه وصفه سريعه وتخلصها على طول وتاكلها على طول، مش عايزه تفاصيل كتير. تفاصيل كتير دي مش بتاعتها الاكل، انها تقعد وتمسك بقى وتقعد تفصص مش بتاعتها. فانا براعي ده وبراعي ده، بس طبعا هبدا باكله الناس اصحاب المزاج العالي في الاكل، اكلات خطيره بس احنا متعودين نعملها بطريقه معينه، زي مثلا سمك المرجان بتاعنا النهارده الفيرجيني الخطير ده. ماشي، السمك ده يا جماعه طبعا يتقلي وكمان يدخل صينيه ويحصل منه حاجات كتير قوي، بس فكرت قبل كده تعملوه بالصلصه الايطاليه؟ تعالى اقول لكم المقادير ونشوف هنعمله ازاي. يلا، اول حاجه عندي هنا سمك مرجان صغير على قد ما تقدري، يعني هاتي الصغير منه، ينفع بسردين كمان صغير ويبقى خطير. عندي بقى هنا ثوم كتير، عندي زيت زيتون، زعتر، وروزماري، وكمان عندي هنا شوية طماطم وبصل أحمر وزيتون وعصير ليمون وبشر ليمون وفلفل أسود وبهارات إيطالية وزعتر جاف وبقدونس وزعتر فريش. نقول تاني يلا بينا. عندي هنا مرجان بالصلصة الإيطالية، عبارة عن إيه؟ سمك مرجان، عايزة أصغر حاجة فيه. وبعدين عندي هنا بقى توم كتير فصوص كده، وزيت زيتون وزعتر وروزماري، وكمان عندي هنا طماطم، بصل أحمر، زيتون كالاماتا، وعصير ليمون وبشر ليمون وفلفل أسود وبهارات إيطالية وزعتر جاف وبقدونس وزعتر فريش. متفقين؟ متفقين. طيب هنعمله ازاي؟ اول حاجة كده ماشي، هروح جايبة شوية ملح وفلفل اسود ونرشهم على عندي هنا السمك الخطير ده جوه وبره، ماشي اهو، لان ده هيكون هو تقريبا تتبيلته. تمام، وادي كمان الفلفل الاسود اهو، وكمان الكمون. خلاص، واحاول بقى ان انا ادخل كده جوه وعلى الجنبين، ونقول الو يا ام شنوده. يا حبيبتي عامله ايه؟ الحمد لله. انت عامله ايه يا حبيبتي؟ اخبارك؟ الحمد لله يا حبيبتي، وحشاني كتير. وانت كمان يا حبيبتي وحشاني، عامله ايه وزي كل حبايبك؟ حلوين يا حبيبتي، بيسلموا عليك. يا حبيبتي إيه؟ الحمد لله زي الفل. عامله اكله سمك، انما ايه بقى ما احكيلكيش يا حبيبي اللي هياكل كله. حبيبتي ربنا يخليكي. خلاص كده هتبطلي سمك شويه ولا ايه؟ ولا شغال معاكي؟ لا احنا في الصيام من العذراء، هنا عندنا في الفيوم ما بناكلش سمك. ايه ده بجد؟ صدقيني. لا انا اول مره اعرف الموضوع ده. لا عندنا انا في صيام العذراء ما بناكلش فيه. كل سنه وانت طيبه يا حبيبتي. كل سنه وانت ان شاء الله بكره يا شفا، وكل سنه كل وانت طيبه يا حبيبتي. كل سنه وانت طيبه، يعود علينا كلنا الايام يا رب بكل خير يا حبيبتي وسلام. كل حبيبتي وانت عامله ايه واولادك وماما وبابا وجوزك؟ الحمد لله يا حبيبتي كله حلو وبخير وبيسلم عليكي. الحمد لله يا رب يخليكم كده لبعض يا شيف كده، وما تتحرموش من بعض ابدا حبيبتي. ولا بابا ولا من، ويفرحك باولادك كده يا حبيبتي كده، وتشوفوا احلى حاجه في الدنيا. امين يا رب، امين يا رب، يخليكي ليا، يخليكي ليا. جميله دي اكلاتك الحلوه حياتي. خلاص بقى لما تفطري جربيها.
ماشي يا قمر. ماشي بسطة بكل اللي انت بتعمليه يا روح قلبي، ربنا يخليك. عملتيها جميلة يا حبيبتي، ربنا يخليك تعيشي وتعملي الشلاونة. ايوه الشلاولة، ودي بقى بصي العيش الاول والاخير. العيش الاول والاخير، ايه رايك فيها؟ جربتيها؟ يا حبيبتي ربنا ما يحرمنا منك ولا من اكلاتك حياتي، ولا تحرم منكو ابدا، ولا تحرم منكو ابدا، ربنا يخليكي. وفقك كده يا شيف فيان يا رب كده، وربنا يسندك ويقويكي يا حبيبتي. امين امين يا حبيبتي، ما تحرمش منك ابدا. وسلمي على اللي عندك كلهم، على استاذه رنا واستاذه رحمه واستاذ ضياء، كل اللي عندك وكل حبايبنا. يوصل يا حبيبتي يوصل، نورتيني كالمعتاد يا حبيبتي، مع الف سلامه. بصوا يا جماعه، مهمه عندي قوي، وانا بحط السمك تكون الطاسه سخنه جدا، علشان زي ما انتم شايفين كده، والزيت كمان يكون سخن جدا علشان مفيش حاجه عندي تلزق. واخدين بالكم؟ مفيش حاجه عندي تلزق، مهم قوي اللي انا بقوله ده، علشان تاخدوا السمكيه بحالها. خلوا بالكم بالطريقه دي السمكيه ما بتاخدش وقت معايا، عشان كده هروح على طول احاول ان انا اقلبها. بصوا بقلبها بحاجه عريضه اهي، علشان اهو بصوا بصوا، ايوه كده، ما اقلبش غير لما اتاكد، ايوه كده انها اخدت لون، شايفين؟ الله، ولا بصوا ولا حطيت عندي هنا دقيق ولا اي حاجه، انا بس تبلت على طول ورحت ايه حاطه فيه الزيت. بصوا السمكيه تستوي معايا ازاي، خطيره، وتفضل طعمها كده باين فيها. ولسه بقى لما نكمل بقى الحاجات اللي احنا هنعملها. طيب نقول الو يا ست ام دانيال، وحشتيني يا حبيبتي. وحشتيني جدا. وانت كمان يا حبيبتي، عامله ايه اخبارك؟ الحمد لله يا حبيبتي، اخبارك ايه؟ الحمد لله. ايه اخبارك وايه اخبار الصيام معاكي؟ جميل. هتعملي ايه؟ تحفه. جربتوها؟ اه. طب يا حبيبتي قولي لي رايك فيها، كنت تعرفيها قبل كده؟ اه كنت بعملها، بس مش بالاضافات، يعني كنت بعملها اللي هي الطريقه الاصليه. طب تقبلتيها بالاضافات؟ اه حلوه، بس يعني ايه الطريقه الاصليه بحبها اكتر. بجد هي اذواق، انا بقى بالنسبه لي الطريقه الاصليه طبعا هي الاصليه طبعا، محدش يقدر يقول عليها حاجه. أوه. بس الاضافات دي بحس ان هي لا محلياها قوي، يعني عارفه خليها غنيه كده، بس طبعا البساطه مفيش احلى منها. يا حبيبتي انت تسلم ايدك، بتعمليه حلو وجميل. ربنا يخليكي ربنا يخليكي، مبسوطه قوي ان هي عجبتك، مبسوطه ان انت افتكرتيها وعملتيها. لا جميلة، احنا طول يوم العذراء بنعملها. اه ده لازم، اصل في ناس ما تعرفهاش اصلا. لا لا جميلة، اكلة تراثية من زمان. ايوه طبعا، يعني على الطريقة السعودية. يا حبيبتي كل سنة وانتم طيبين، والاسرة كلها بخير وطيبة، كلنا طيبين يا حبيبتي، ويفرح قلبك بولادك دايما. ربنا يخليكي ليا، وسلميلي على دانيال وماما. حبيبتي بيتكلموا عليكي كتير صدقيني. سلميلي عليهم قوي قوي. حبيبتي ما تحرمش منك ابدا. ولا انا يا حبيبتي، مع الف سلامة. بصوا بقى طلعت وبحط تاني، ماشي طلعت وبحط. اهم حاجة بس يا جماعة ان انا اخلي بالي من السمكية، زي ما انتم شايفين السمك ما بياخدش وقت خالص خالص. بصوا انا بس حطيته في النار، قلبته على الناحيتين، ما بقاش بصوا مش مستحمل. مهم جدا جدا ان انا ايه اخلي بالي وما اقلبهوش هي مرة والتانية وخلاص على كده، ولازم اقلبه بحاجتين عريضة كده، واتاكد ان هو ساب عندي، ما يكونش ابدا لازق. طول ما هو لازق ما بيتحركش، يبقى انا كده لسه ايه ما اخدتش طبقة الكراست اللي هي تمسك نفسها. يا ست ام حمادة، الو الو، ست ام حمادة رحتي فين؟ كلمينا، ارجعي لنا تاني. طب نرجع الحاجة لقواعدها سليمة، علشان مطبخنا يكون متروق. احنا عملنا ايه يا جماعه؟ احنا جبنا سمك المرجان، اللي هو الوصفه دي تنفع. انا ليه مستصغره يعني ليه جايبه سمك المرجان؟ هو سمك المرجان من الاسماك طبعا اللي هي من البحر الاحمر، ما بتاخدش وقت في التسويه، طعمها حلو، مش عايزه تتبيل قوي، مش عايزه تتبيل كتير. ممكن استخدم اي سمكيه تانية طبعا، ممكن استخدم سمك فيليه طبعا، بس امشي بالخطوات دي، اللي هو امسك السمكيه اروح متبلاها بملح وفلفل اسود، حاضر، وشويه زيت، واروح حطاها كده ومقلباها تاخد لون على الجنبين. شكرا يا عم حسين. يا مساء الفل. ازيك يا عم حسين، عامل ايه اخبارك؟
الحمد لله. ازي حضرتك يا شيف؟ الحمد لله بخير. قول لي عاملين اكل ايه النهارده؟ نعم عاملين اكل ايه النهارده؟ النهارده ان شاء الله كده يعني هنعمل كده مكرونه كده و الله الله. انت عارف ان انا ما ازهقش من المكرونه ابدا ابدا، اكلها كل يوم كل عادي جدا. لا عادي، مكرونه وكبده كده اسكندراني. الف هنا الف هنا يا عم حسين ودايما عامر. الله يخليك، الريحه واصله لنا يا شيف. ربنا يخليك يا عم حسين. تسلمي ليكي. ربنا يخليك دايما منورنا كده ودعمنا. ربنا يخليك. ماشي يا عم حسين، نورتنا مع الف سلامه. بصوا بقى بقلبها ازاي، اهم حاجه من فوق ومن تحت عشان ما تتريش معايا. مش بشوكه الاقي السمكيه بقت عندي ايه، الشوك في حته واللحم في حته وانا شكرا. لا، واحده كده والتانيه بصوا تسند اختها، واحده بقلب كده والتانيه ايه من تحت علشان على طول اروح مقلبه ومخلصه عندي الكميه. بصوا عندي بقى السمكيه اساسا عايزه اقول لكم ان هي ريحتها خطيره كده خطيره. بالصوص بقى اللي هنعمله او الصلصه الايطاليه اللي احنا هنعملها، اتفرجوا على الحلاوه يا جماعه، اتفرجوا على الحلاوه. طب تعالوا بقى نروح لفاصل، نكون خلصنا السمك بتاعنا ونرجع نشوف هنكمل السمك ده ازاي، هنعمل فيه ايه. استنونا. عايز اقول لكم ان ريحه السمك وهو معمول بالطريقه دي كانه مشوي ريحته خطيره، مع ان هو ملح وفي اسود وبس، يعني مفيش اي حاجه تاني. لان ريحته حلوه قوي اهو، خلصته. تعالوا بس الزيت هنا ساخن عندي، هحط فيه الثوم ده، ماشي، ثوم كتير حبه حلوين كده علشان بس ايه الزيت عندي سخن، فمهم ان انا احط الثوم. خلاص اديله تشويحه حلوه كده، ماشي. بصوا يطلع كده اللون اللي فيه، قصدي الريحه اللي فيه. اروح بس ايه حط عليه كمان، شايفين، زعتر وكمان روزماري. الله ايه الروائح الجامده دي. بعد ما شلت السمك في نفس الطاسه، ماشي، احط الثوم الحلو ده، تمام، وبعدين اروح حاطه بقى روزماري وزعتر. اتفقنا؟ اتفقنا. ونحط بقى ايه البصل كمان، بصل احمر اهو. الريحه خطيره يا جماعه، ريحه حلوه جدا. زعتر وروزماري اما بيتحطوا عندي هنا مع شويه الخضار دول تحفه. طب احط ايه دلوقتي؟ الطماطم دي انا عايزاها شبه تستوي كده وتنزلي شويه صوص، فاهميني اهو. ونقول الو يا ست ام حماده. ازي حضرتك؟ عامله ايه يا حبيبتي؟ يا احلى كيف. يا روح قلبي، انت اخبارك؟ الحمد لله. انا عملت الحواوشي العسل. يا حبيبتي تسلم ايديكي، ده عشان انت اللي عاملاه. وانت والله انت عاش افقر ومستدفه في معادك حبيبتي. ربنا يخليكي والله، ده انتوا بتفرحوني بكلامكم ده. عامله ايه؟ الحمد لله. ومعايا بنت اسمها تسنيم وسندس، لازم يسمعوك بيستنوك يسمعوك. يا روح قلبي سلميني عليهم قوي. الله يسلمك. ربنا يخليهم. ربنا يسلمك. داخله اولى ثانوي. يا روح قلبي ربنا معاها ويفرحك بيهم يا رب. يا رب تشوفيهم زي ما انت عايزه يا حبيبتي يا رب، وتتمني ربنا يديك الصحه يا رب حبيبتي. ربنا يخليك. قولي لي هتجربي اكله السمك دي ولا بعيده عن اللي احنا متعودين عليه؟ لا ده عادي، كل حاجاتك يعني كل حاجاتك يعني الحمد لله موجوده حبيبتي. احلى لك الدنيا، بس دي اهم حاجه عندي، انتوا بتلاقوا الحاجه اللي انا بعملها موجوده مش بعيده عنكم، دي اهم حاجه. لا مش بعيدي. لا حبيبتي مش بعيد. تكلمينا منين يا ام حماده؟ من جنة. اهلا بيكي يا روح قلبي وبكل اهل انا. اهلا بيكي يا حبيبتي، نورتيني نورتيني، واتمنى اسمع صوتك على طول. على طول باذن الله. على طول يا حبيبتي، نورتيني وشرفتيني. الشرف لنا حبيبتي. ربنا يخليكي مع الف سلامه. بصوا بقى يا جماعه، بصوا البصل مع الطماطم مع الثوم، ماشي، اروح حاطه بقى معلقه حلوه كده من البهارات الايطاليه، ماشي اهو،
وبعدين احاول كده اهرس الطماطم مع الثوم علشان اطلع بصوا كده المية اللي موجودة في الطماطم. ممكن كمان نحط معلقة صلصة لو عايزين نحط معلقة صلصة ماشي، ممكن جدا نكتر بيها الصوص، ممكن نكتر الطماطم كمان اكتر من كده بكتير اهو الله. نحط ايه بقى دلوقتي؟ بشر كمان، بشر ليمون، وخلوا بالكم ما نجيش عند الحتة البيضة، مهم جدا بشر ليمون ما نجيش عند الحتة البيضة، اهم حاجة ماشي علشان الحاجة ما تبقاش معايا ممررة. طيب هعمل ايه دلوقتي؟ هحط شوية مية اهو اوكي، ورشة زعتر تمام، وهبدأ بقى ارجع عندي السمك. معانا مين يا ست ام محمد؟ اهو يا مساء الورد والفل والياسمين. يا روح قلبي ازيك، عامله ايه اخبارك؟ ازيك يا حبيبتي، تسلم ايديكي والله. تسلمي لي يا حبيبتي وتعيشيلي. ايه السمك العسل ده؟ بامانه على قد ما هو بسيط على قد ما هو خطير، هيعجبك قوي بامانه. انا من معشاق السمك وعندي في الثلاجه، ما يكون حسابي كنت طلعت النهارده. يا روح قلبي تعيشي وتعملي ودايما عامر. يا رب تسلم ايديك يا حبيبتي تسلمين. والله وايه هالدوم انت من كتر ما تعمل الحاجات دي تكون الريحه طالعه عندنا هنا. يا روح قلبي ايوه، احنا عايزين الاوبشن ده، عايزين او امد كده ايدي اقول لكم اتفضلوا، فتوا تتفضلوا، ايه رايك؟ والله العظيم احنا بنعمل ورا كل الريحه شغاله. انا واثقه صدقيني ان انتوا بتعملوا الحاجه احلى مليون مره، ده كفايه نفسكم في البيت. والله تسلم ايديكم، ما نتعلم منكم مهما كان، برضه بنتعلم منكم حاجات حلوه وخلق، ما تفتحوا نفسنا على يا روح قلبي والله انتوا اللي تفتحوا نفس الواحد ان هو يقدم لكم احلى ما عنده. يعني نكسر لما نعمل كل يوم دلوقتي، عاوزين نعمل كل يوم زيكم كده كل يا يوم. يا روح كل يوم. قلبي يا روح قلبي دايما عامر وعندكم الخير كله يا رب. تسلم ايديك. جاي ما في الصبح النهارده عملت العاشوره ايوه، وكلنا كده بشاي الكلب العسل، كلب اللبن كلب الله، والنهارده محشي ملوخيه والله العظيم لا نشتغل ومش هنكسل تاني، هنعمل كل يوم حاجه شكل. يا روح قلبي والله دايما عامر، بس انا عايزه اقول لك انت هتاكلي المحشي من غير ازاي؟ اه بعرف انا بحب المحشي قوي. بصي والله العظيم يا حبيبتي فتحت نفسنا كل الشفاتة، ما نتعلم منكم حاجات حبيبتي. ربنا يخليكي والله، ربنا يخليكي يا رب يحسن بين ايديك يا رب. تسلمي. اقول لكل الناس اللي محكي اشكرهم وشكرا ليهم والله، وشكرا اللي رد عليه على التليفون، ربنا يسعدكم يا رب. شكرا ليكم انتوا بجد على دعمكم وتشجيعكم. كلهم حبايب، احب ابعت لهم سلام، ام برام حبايبي دول صحابي، ام برام وام يوسف وام هاني، ربنا يخليكم لبعض. ليه اصحاب كتير والله حبيبتي، دايما حبايبك كتير واعرف عيدهم وعايد عليهم واعرف كل حاجه. يا روح قلبي احنا مالناش غير بعض، ربنا يخلينا لبعض دايما. لما نكلم بعض في التليفون عادي واسال عليهم ويسالوا عليا والله. طبعا طبعا ده العادي يا حبيبتي، ده العادي. ربنا يسعدك يا رب، ربنا يخلينا لبعض ودايما المحبه في قلوبنا. يا رب. امين يا رب امين، ويعود علينا كلنا الايام بخير. نورتيني يا حبيبتي، دايما سامع صوتك بكل خير، ودايما كده الخير عندكم، ودايما كده يا رب واصلين لقلوبكم، ودايما كلامكم وتشجيعكم عندنا ده هو صدقوني اللي بيخلينا مستمرين دايما بحب. مش عايزه اقول لكم الروايح هنا عندي عامله ازاي، انا مش عايزه احكي لكم، انا مش قادره احكي لكم. ليه بقى؟ انا عملت الخلطه اللي انا عملتها دي، حطيت السمك تاني، حطيت عليه عصير ليمون، زيتون كلاماتا طبعا شايلين منه البذر، شويه طماطم على الوش، شويه كزبره. ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ بشر الليمون هيعمل احلى شغل، التوم مع الطماطم مع البصل، ايه الحلاوه دي؟ تتاكل بقى بعيش، تتاكل برز ابيض، تتاكل برز كمان اللي هو رز السمك، تحفه تحفه تعجبكم قوي. سيبها كده تبكبك وتعالى.